بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في هذا الدرس سنتحدث عن السحب والجبهات وكذلك عن التيار النبات. فبالنسبة للجبهات فهي تعرف بكونها عبارة عن سطوح تفصل بين أنواع مختلفة من الكتل الهوائية، ولهذا فإن أكثر الجبهات نجدها في المناطق الباردة والمعتدلة بحكم أن هذه المناطق تعرف التقاء كتل هوائية مختلفة ذات خصائص مختلفة مثل الكتل الهوائية المدارية الدافئة والكتل القطبية الباردة. فعلى الرغم من كون أن الجبهات تظهر لنا على خرائط الطقس عبارة عن شكل خط، إلا أنها تمتد من السطح إلى الأعلى وكذلك تمتد على مسافات شاسعة. كما أن أقوى الجبهات هي التي غالبا ما نجدها أسفل التيار النفاذ، لا سيما إذا كان موقعها أسفل الوادي أو تالفيك، حيث أن هذا الجزء تزداد فيه الحركة الإعصارية لهذا التيار، حيث يصبح اتجاه الرياح في اتجاه الضغط المنخفض. ولهذا تعتبر الرياح العلوية أو دراسة التيار النفاذ جد مهم في تفسير الطقس، إذ تمر الرياح في الطبقات في طبقات الجو العليا من الغرب إلى الشرق في نصف الكرة الأرضية الشمالي. وقد اكتشف روسبي هذه الرياح، وحركة الرياح في الأجواء العليا تكون على شكل أمواج، ولهذا تسمى بأمواج روسبي. وتعتبر رياح الأجواء العليا أو تيار النفاذ هي حدا فاصلا بين الهواء البارد القطبي في الشمال والهواء الدافئ المداري في الجنوب، وبالتالي فإن أنظمة الطقس بالأجواء العليا تكون مفتوحة وليست مغلقة كما هو الشأن على السطح، وتتطور على شكل أمواج حيث تظهر المنخفضات عند الأخدود أو على شكل أخدود، فالمنخفضات غالبا ما تظهر على شكل أخدود والمرتفعات تظهر على شكل انبعاج أو بكهات. وقلنا أن التيار النفاذ غالبا ما يكون مسؤولا عن حركة المنخفضات على مستوى السطح التي غالبا ما يمر فوقها ويزيد من قوتها، وغالبا سرعة الرياح ما تكون قوية عند هذا الانبعاج، معنى من هذه القمة إلى اتجاه المنخفض غالبا ما تكون قوية ثم تقل سرعتها نتيجة الارتفاع، يعني عند العودة مجددا في التصاعد تقل سرعتها، وذلك لكون الرياح تتحرك في اتجاه منحدر الضغط في الحالة الأولى، بينما في حالة مغادرتها لهذا المنخفض تقل سرعتها لكون قوة الطرد المركزي تعمل ضد قوة منحدر الطرد. وعندما يغادر الهواء فإنه سيغادر بسرعة أقل ويحدث افتراق للهواء في الأعلى، مما يساعد على عملية تصاعد الهواء من السطح إلى أعلى، فيؤدي إلى تكون منخفض على السطح والتقاء التيارات الهوائية على مستوى هذا المنخفض. وغالبا ما يتم الدمج بين خرائط الضغط عند مستوى السطح وخرائط الضغط في الأجواء العليا، خاصة عند مستوى 500 ملي بار، لإعطاء تفسير أفضل لأحوال الطقس. فدائما مناطق الانبعاج تبقى ومناطق الانبعاج تبقى دائما مقترنة بتوليد ضغوط مرتفعة على السطح، ومناطق الوادي أو الأخدود يتولد عنها منخفضات جوية سطحية وترافقها تساقطات مطرية، مثلا كما هو الشأن لدينا هنا ليوم 9/1، لدينا هذا الانبعاج يرافقه تكون ضغط مرتفع عند السطح وهو اللون الأبيض، نجد أن قيمة الضغط تصل إلى 1030 هكتوباسكال، بينما مناطق الأخدود أو الوادي
يتكون أسفلها ضغط منخفض تصل قيمته إلى 1008 هكتو باسكال. نفس الشيء هنا نجد أن مناطق الأخدود أو هذا الوادي تتكون أسفلها ضغوط منخفضة، بينما هذا الانبعاج يتكون أسفله ضغط مرتفع. نلاحظ هنا نفس الشيء، بمعنى أن هذا نلاحظ هنا نفس الشيء، أن هذا المرتفع يوافقه انبعاج في الأجواء العليا، بينما هذا المنخفض يوافقه وادي عند الأجواء العليا. بالتالي فإن هذه الحالة إذن ستتكون غالبا ما تعطيني تساقطات مطرية، هكذا غالبا ما تعطيني تساقطات مطرية. لاحظ أنها تعطيني تساقطات مطرية. فبالنسبة للجبهات يتم التمييز ما بين أربع أنواع أساسية من الجبهات، وهي الجبهة الباردة. وهي الجبهة الباردة، الجبهة الباردة ناتجة عن هبوب هواء بارد يلحق بهواء أدفأ منه. ثم الجبهة الدافئة ناتجة عن هبوب هواء دافئ يلحق بهواء أبرد منه. ثم الجبهة المغلقة، وهي ناتجة عن رفع للهواء البارد، عفوا رفع للهواء الدافئ إلى أعلى، سنشرحه لاحقا. ثم الجبهة المستقرة، وهي عندما يكون لدينا هواء بارد وآخر أدفأ منه يمران بشكل متوازن بين بعضهما. بالنسبة للجبهات المستقرة غالبا ما نجدها في مناطق الفج بين مرتفعين. إذا أخذنا مثال الجبهة الدافئة، فالجبهة الدافئة هي ناتجة عن وصول هواء دافئ يلحق بهواء بارد. نعلم أن كثافة الهواء الدافئ هي أقل من كثافة الهواء البارد، وبالتالي فإن هذا الهواء الدافئ سيصعد فوق الهواء البارد فيبدأ في التبرد والتكاثف. فتظهر لنا في البداية بعض السحب العالية مثل سحب السيروس أو سحب السمحاق والسمحاق الطبقي أو سيروستراتوس ثم لالتو ستراتوس. فهذه السحب الثلاث هي سحب ضعيفة وتكون غالبا ما تكون مؤشر لطقس مضطرب. هذه صورة لسحب السيروس أو سحب السمحاق، تتكون أساسا من ثلج متبلور. ثم سحب السمحاق الطبقي، وهي غيوم غالبا ما تكون هالة حول الشمس وهي أكثر سمكا من السمحاق. ثم سحب لاتوستراتوس، وهي طبقية متوسطة فهي عبارة عن غطاء كامل للسماء، تغطي كامل السماء وتتراوح في بعض المجالات بكونها خفيفة وفي مجالات أخرى بكونها سمكة. فهذه السحب عبارة عن ماء وثلج. فالسحب الأولى هي سحب مرتفعة التي رأينا، سحب السيروس، كلها عبارة عن ثلج متبلور، بينما السحب المتوسطة الألتوستراتوس عبارة عن ماء وثلج، يمكن أن تكون مؤشر عن تغير الطقس وقدوم المطر أو الثلوج. ثم تليها سحب نامبستراتوس وأستراتوس. فبالنسبة للنامبستراتوس فهي طبقية مزنية، يعني سحب كثيفة تغطي كامل السماء، رمادية داكنة وعبارة عن ماء وثلوج متبلورة. نامبستراتوس عبارة عن سحب كثيفة تغطي قلنا كامل السماء، وهذه السحب تعطي تساقطات مطرية وثلجية مستمرة وممكن أن تمتد لعدة ساعات أو عدة أيام. بينما السحب الطبقية فهي تشبه الضباب العالي منتظمة عند القاعدة. فهذه التركيبة، تركيبة هذه السحب عبارة عن ماء فقط، قد تعطي بعض التساقطات المطرية. ثم آخر نوع من السحب في هذه الجبهات وهي سحب ستراتوكوميلس أو
السحب الركامية الطبقية، وغالبا ما تكون نهاية هذه الجبهة. إذن فهذه هي السحب الركامية الطبقية، غالبا ما تكون نهاية الجبهة الدافئة، وقد تكون منذرة بقدوم جبهة باردة تأتي بعد هذه الجبهة الدافئة. أما بالنسبة للجبهة الباردة فهي قدوم لهواء بارد يلحق بالهواء الساخن. فالهواء البارد بحكم كثافته العالية فإن سرعته أكبر من سرعة الهواء الساخن، فعندما يلحق الهواء البارد على هواء أدفأ منه فإنه ينزلق تحته فيؤدي إلى رفع الهواء الدافئ إلى أعلى، فتبدأ في البداية تكون بعض السحب العليا مثل السيروس والسيروستراتوس وكذلك لالتو كوميليس أو السحب الركامية المتوسطة. لكن سرعان ما تبدأ السحب الركامية المزنية أو الكوميلونامبس الناتجة عن تصاعد للهواء وتكاثفه، فتحدث لنا هذه الرؤوس الرعدية، وأن قاعدة هذه السحب غالبا ما تكون قديمة ومكورة في الأعلى. فهذه السحب تركيبتها متنوعة، حيث نجد ثلج في الأعالي وماء في الأسفل نظرا لاختلاف درجة الحرارة. فاحتمال حدوث تساقطات رعدية وعواصف، وكذلك قد تحدث لنا بعض التساقطات، تساقطات البرد، تساقطات مطرية. هذه بداية الجبهة الباردة، قد تحدث لنا تتكون مثل هذه السحب، وهي سحب السمحاق وسحب الطبقية، ثم هذه السحب سحب الكوميلونيمبس. فبالنسبة للجبهات فإنها تتكون من مركز الضغط المنخفض. نلاحظ هنا أن مركز الضغط المنخفض يصل إلى 972 ثم يبدأ في الارتفاع. دائما لدينا الجبهة الدافئة، غالبا ما نجد أن الجبهة الدافئة تسبق الجبهة الباردة، فالجبهة الدافئة تليها جبهة باردة، ثم نجد عند التقاء الجبهتين نجد الجبهة المغلقة. فهنا لدينا جبهة مغلقة باردة، جبهة مغلقة. الشكل التالي يبين لنا تطور الجبهات أو تطور هذه الجبهات. فنجد أولا نجد أن الجبهة المستقرة تكون عبارة عن مرور لهواء بارد وهواء دافئ، لا تمتزجان هاتين الكتلتين الهوائيتين، وإنما تحدث لنا هنا جبهة مستقرة. ثم نجد في المنخفضات، هذه في الفجاج بين مرتفعين، بينما في حالة وجود منخفض جوي فإننا نجد تكون جبهة هوائية دافئة وأخرى باردة. وبحكم أن سرعة الهواء البارد أسرع من الهواء الدافئ، فإنه سرعان ما يلحق على الهواء الدافئ. نجد هنا أن الهواء البارد يلحق بالهواء الدافئ، فتتكون جبهة مغلقة نتيجة رفع للهواء الرطب إلى أعلى، فيصبح الهواء الدافئ محصور بين هواء بارد وآخر معتدل، وبالتالي يبقى هذا الهواء في الأعلى إلى أن يفرغ من كامل أم الحمولة الرطبة التي يحتويها. ثم تعقب هذه المرحلة تلاشي لهذه الجبهة، ثم نعود مرة أخرى إلى تكون جبهة جديدة. فنأخذ هنا مثال لخريطة الجبهات. فهذه الخريطة ليوم 8 يوم الجمعة 8 يناير 2021. نلاحظ أنه مركز الضغط هنا وصل عند حدود شمال المغرب، ونجد جبهتين، جبهة دافئة على طول البحر المتوسط، ثم جبهة باردة
على طول السواحل المغربية. فهذه الجبهة الدافئة ناتجة عن قدوم هواء من الجنوب، وهو هواء دافئ يلحق بهواء بارد في الشمال، بينما الجبهة الباردة هي ناتجة عن قدوم هواء بارد من الشمال الغربي يلحق بهواء بارد هواء دافئ عفوا على مستوى المغرب. فتطور هذه الجبهة، نلاحظ أن هذا الهواء الدافئ البارد سرعان ما بدأ يلحق على الهواء الدافئ. إذا فكما نلاحظ أن تقدم الجبهة الباردة، الجبهة الدافئة لم تتقدم كثيرا، بينما الجبهة الباردة تقدمت من السواحل المغربية حتى الحدود المغربية الجزائرية، بمعنى تقدمت بشكل كبير. وهذا الهواء البارد الذي لحق بالهواء الدافئ كون جبهة مغلقة باردة، جبهة مغلقة، فأصبح مركز المنخفض فوق إسبانيا، وهذا المنخفض حدثت على إثره تساقطات ثلجية قوية على مستوى المغرب وإسبانيا. في المقابل نجد أن هذا المنخفض الجوي يوجد أسفل التيار النفاث، وأنه يمتد هنا هواء لسان بارد، يمتد هذا الوادي البارد، حيث يتم تفريغ للهواء البارد القطبي مباشرة هنا في هذا المنخفض، وبالتالي سيعمل على تبريد أكثر لهذا الهواء وتدعيم هذا المنخفض، مما أعطانا تساقطات ثلجية قوية. إذا تكون هذه الجبهات، فبالنسبة للجبهة الباردة أو عفوا الجبهة الدافئة، فإنها تتكون نتيجة قدوم هواء دافئ يلحق بهواء أبرد منه، فتتكون لي جبهة دافئة، وهو الموضح هنا في باللون الأحمر، بينما الجبهة الباردة فهي هبوب هواء بارد يلحق بالهواء الدافئ بهواء أدفأ منه، فتتكون لي جبهة باردة. وبحكم أن سرعة الهواء البارد تكون أكبر من سرعة الهواء الدافئ، أو سرعة الجبهة الباردة تكون أسرع من الجبهة الدافئة، فإن هذه الجبهة الباردة تلحق بالجبهة الدافئة فتعمل على رفع الهواء البارد الدافئ إلى أعلى، فتتكون لي جبهة مغلقة. هنا تتكون هذه الجبهة المغلقة، فالجبهة المغلقة غالبا دائما ما تكون مركز المنخفض. على صور الأقمار الصناعية يمكن تمييز هذه الجبهات من خلال شكل السحب. نلاحظ أن مثلا لدينا هنا هذا الانحناء، إذا فهذا الانحناء يبين لنا ما أماكن المنخفضات. نلاحظ هنا نهايته هي مركز المنخفض. بالإضافة إلى شكل السحب، نلاحظ أن شكل السحب نسبيا هنا محبب، فهذا الشكل يشير إلى وجود كتلة هوائية باردة، غالبا هذا الشكل يشير إلى وجود كتلة هوائية باردة. إذا فهذه الكتلة الهوائية الباردة بمعنى أن الجبهة ستكون هنا لدينا جبهة باردة. ففي حالة ما إذا كان توجد سحب أخرى في هذا الاتجاه، بمعنى هذا الانحناء، نجد في المقابل خروج جزء من السحب، فغالبا ما يكون الجبهة هو الجبهة الدافئة، ونقطة التقاء هذه السحب ستكون الجبهة المغلقة. نلاحظ أن لدينا هنا تكون جبهة مغلقة كبيرة كبيرة جدا فوق المحيط الهادئ. نفس الشيء هنا، بمعنى نلاحظ هذا النوع من السحب، نلاحظ على صور الأقمار الصناعية هذا النوع من السحب غالبا هو سحب باردة، والسحب أصلا الكتل الهوائية الباردة دائما تأتينا من الشمال، إذا فهي كتلة هوائية باردة، ثم مباشرة ندخل في هذه الكتلة السحابية، وبالتالي فهذه عبارة عن جبهة باردة، عبارة عن جبهة باردة. لكن في المقابل نجد هذا اللسان الذي يخرج من هذه السحابة، فهو
نهاية أو نهاية الجبهة الدافئة، بمعنى أن هنا كان لدينا هواء دافئ، كان لدينا هواء دافئ، وسرعان ما لحق به هواء بارد آخر فكون لدينا جبهة مغلقة. وهنا نلاحظ أن مركز المنخفض، هذا المنخفض عبارة عن منخفض كبير كبير جدا. نفس الشيء بالنسبة لهذا المنخفض، نلاحظ هنا هذه نوع من السحب، بمعنى أن هذا النوع من السحب عبارة عن هواء بارد أو كتلة باردة، بمعنى ستتكون لدينا هنا كتلة أو جبهة باردة، بينما هنا ستكون لدينا جبهة دافئة بحكم أن الهواء الذي هنا أدفأ من الهواء من هذا الهواء هنا. ومن نقطة التقاء هاتين الكتلتين أو هاتين السحابتين إلى حدود المركز، مركز المنخفض، إذن ستكون لدينا جبهة مغلقة. نفس الشيء بالنسبة لهذه الكتل الهوائية، أو عفوا الكتل السحابية. إذا نلاحظ هذا المنخفض، وهذا غالبا يعني في نهايته، إذا سيتكون لدي هنا بالنسبة لهذه الجبهة، إذا مركز الجبهة هنا، وبالتالي ستتكون لدي جبهة مغلقة إلى حدود، إذا ستتكون لدي جبهة مغلقة من هذا المركز، إذا هذه عبارة عن جبهة مغلقة إلى هذا الحد، هذا الجزء عبارة عن جبهة دافئة، والجزء الآخر المتبقي هو عبارة عن جبهة باردة. إذا هنا جبهة باردة، جبهة دافئة، ثم جبهة مغلقة، فهذه عند نهايتها. نلاحظ هنا لدينا هواء بارد، وبالتالي فهذا الهواء البارد إذا سيعطيني جبهة باردة هنا، إذا ستكون عبارة عن جبهة باردة في هذا المكان. هنا هذا المنخفض يعني في بداية تطوره. نموذج آخر، وهو لدينا هنا مركز المنخفض تقريبا فوق إسبانيا، وبالتالي لاحظ إذا لدي تكون جبهة باردة هنا كما تلاحظون. إذا هذه النوع من السحب عبارة عن سحب باردة، فهذه السحب عبارة عن سحب باردة، باردة جدا. إذا فهذه السحب تعطيني انسياب للهواء القطبي، تعطيني انسياب للهواء القطبي، وبالتالي هذا هواء بارد إذا سيصل على هواء، سيلحق به هواء دافئ هنا. في بعض الحالات قد نجد بعض الخطوط مثلا مثل هذه السحب هنا عبارة عن شكل خطي، إذا فهذه السحب عبارة عن شكل خطي، نفس الشيء هنا عبارة عن شكل خطي، فهذه المناطق عبارة عن مناطق لهبوب التيار النفاث المداري، وبالتالي غالبا ما تتكون لدينا سحب بهذا الشكل، سحب عليا بهذا الشكل تمتد حتى مصر. في بعض الحالات يمكن الاعتماد على صور الأقمار الصناعية بتصوير مختلف، وهو تصوير عند الطيف المرئي وتصوير بالأشعة الحرارية، ودمجها معا يمكن التعرف على أحوال الطقس أكثر. مثلا لدينا هنا هذه المنطقة بها سحب كثيرة، بينما في التصوير بالإشعاع الحراري نجد أن فيها بعض السحب ذات حرارة منخفضة جدا، ذات حرارة منخفضة جدا، وهي عبارة عن سحب ركامية مزنية، وبالتالي يمكن لهذه السحب أن تعطينا تساقطات رعدية قوية، بعض التساقطات القوية. إذا نقف عند هذا الحد، على أمل اللقاء بكم في درس آخر بحول الله تعالى. كان معكم جمال شعوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.